أنا في من القاهرة ومتابعة وأكثر من وقفة حوارية تتواصل مع حضراتكم من دلوقتي وحتى منتصف ليلة القاهرة. مساء الخير. مساء الخير لكل السادة المشاهدين، بنرحب بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد. الحقيقة اليوم عندنا حوارين رئيسيين، الحوار الأول بيتكلم حوالين التداعيات السياسية والاجتماعية لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. هناك اتجاهات متعددة في هذا القرار، هناك من يرى أن هذا القرار جاء متأخرا لفترة كبيرة نظرا حجم التجاوزات والانتهاكات بحق الشارع المصري من جانب تنظيم الإخوان المسلمين، وهناك من يرى أن هذا القرار جاء متسرعا لأن الحكومة لا تملك الآليات التنفيذية لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع. الثاني إرهاب. الثاني الحقيقة عن مش بعيد عن الأول، لأن بالتأكيد إعلان الإخوان تنظيم إرهابي واستمرار العنف ومخاوف ربما من أن دائرة العنف تتسع وتطلعات بأن تتوقف بعد قوة الردع هذه بالإجراء الأخير اللي قامت به الدولة المصرية، إزاي ده ممكن يكون لي انعكاساته على مسار الدستور المصري الجديد لاستفتاء على الدستور يومين 14 و15 من الشهر القادم. وبالتأكيد ما فيش اختلاف أن إنجاز الدستور واحد من الطرق المثلى لإنجاح خارطة طريق أو خارطة المستقبل كما مخطط لها جميعا سواء كقوة شعبية أو كقائمين على إدارة الدولة المصرية. الحقيقة دول الموضوعين الرئيسيين مع حضراتكم. بعد الفاصل بننتقي ومجموعة من الأخبار حوالين الأحداث اليوم، بعدها مباشرة نبدأ في هذه الحوارات. ابقوا معنا مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. الرئيس عدلي منصور حسم أي جدل أو أي تشكيكات ممكن تثار حول مشروعية التبكير بالانتخابات الرئاسية. المستشار عدلي منصور ذكر أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا لا يشوب أي عوار دستوري لأنه يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد 25 ألف من أبناء المحافظات المختلفة في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي وفقا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء، بالإضافة إلى أن ربما أيضا سوف يحدد في الفترة القادمة النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ومن المسائل أيضا المثيرة للتساؤلات ما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط. أكد منصور التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون 6 أشهر من إقرار الدستور، منوها إلى أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلا عادلا للسكان والمحافظات المصرية المختلفة، ومشددا على تكاتف كل أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. جاء ذلك خلال لقاء منصور الأحد بمقر رئاسة الجمهورية ب 97 من ممثلي محافظة مصر في امتداد لجولات الحوار الوطني أو الحوار المجتمعي اللي بتخضع لخطة خارطة طريق أو خارطة المستقبل واللي بيجريها منصور مع ممثلي مختلف القوى الوطنية لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل. الحقيقة مشاهدينا الكرام، أهمية هذا الخبر الرهام يمكن بتأتي في تأكيد رئيس الجمهورية بشكل محدد على الالتزام بخارطة الطريق بشكل أو بآخر، في تأكيده على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تجرى خلال 6 أشهر من الاستفتاء على الدستور. كمان بيؤكد بشكل واضح أن الدوائر الانتخابية سوف تمثل تمثيل عادل للسكان والمحافظات، ويمكن ده كان مطلب بشكل كبير جدا لما نقارن هذه التأكيدات من تأكيدات رئيس الجمهورية بالتصريحات السابقة في عهد نظام الإخوان، هتجد أن الأمور مختلفة بشكل أو بآخر. بنتواصل مع حضراتكم في الأخبار في استعراض الأخبار. موسى بيدعو للتصويت بنعم على الدستور ويؤكد خطوة لبناء المستقبل، حيث دعا عمرو موسى رئيس لجنة 50 جموع الشعب المصري إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه بنعم.
وقال موسى يجب على جميع المواطنين المشاركة بكثافة في الدستور والقيام بواجبهم الوطني. وأضاف خلال ندوة اتحاد الغرف التجارية بالأسكندرية اليوم: نريد أن نتحدث عن المستقبل وكيفية إعادة البناء حتى تخرج مصر من هذه الأزمة. شارك موسى خلال هذه الزيارة في لقاء جماهيري مع قيادات ورموز المجتمع السكندري عدد من أعضاء لجنة الخمسين والمستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية وسيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية. للأسف تبقى مساعي الإخوان لتعكير الأجواء، ربما يعني ينضم من ضمن الأهداف ليس فقط وضع العراقيل أمام الاستفتاء على الدستور الجديد. البعض يرى أن الإخوان بعد أن أصبح هذا التنظيم تنظيما إرهابيا بيسعوا إلى إيصال رسالة مفادها أن يعني لم يفعل هذا القرار أو أنه لن يوضع حيز التنفيذ، وبالتأكيد سواء القوى الإدارية أو القوى السلطة التي تتولى حكم مصر حاليا وقوات الأمن سواء كانوا داخلية أو قوات مسلحة في حرص على قطع الطريق على أي مساعي من قبل هذا التنظيم. بنشوف طبعا الأجواء الساخنة الموجودة في الجامعات خاصة في جامعة الأزهر، وتجرى التحقيقات مع 60 من طلاب الإخوان في أحداث جامعة الأزهر الاشتباكات اللي شهدتها الجامعة بالأمس، ونسبت النيابة إلى هؤلاء المتهمين كثير من التهم أبرزها التجمهر والبلطجة والانضمام إلى جماعة إرهابية وتجدير السلم والأمن العام وإحراق مباني جامعة الأزهر والتعدي على موظفين أثناء تأدية عملهم وتعطيل المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. اتساقا بالأحداث اليومية، انفجار مكتب المخابرات بأنشاص وإصابة 4 جنود. أكد العقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري أن انفجار مكتب المخابرات الحربية بمدينة أنشاص في الشرقية أسفر عن إصابة 4 جنود من قوة المكتب وتدمير جزئي في السور الخلفي ومبنى الجنود بالمكتب. اعتبر المتحدث العسكري في صفحته على فيسبوك الأحد أن الانفجار يأتي استمرارا لسلسلة العمليات الإرهابية الجبانة التي تنتهج جماعات الظلام والفتنة ضد أبناء الشعب المصري والمنشآت العسكرية والأهداف الحيوية بالدولة، مشيرا إلى أنه جاري تحديد الوسيلة المستخدمة ومتابعة التطورات. أبرز هذه الأعمال العمل الإرهابي الجبان اللي استهدف مديرية أمن الداخلية بالمنصورة، ما شهده أيضا شارع مصطفى النحاس من أكثر من عبوة ناسفة نجحت قوات الأمن في إبطال 2 منها وواحدة فقط هي اللي انفجرت بالفعل. وأخيرا وليس أخيرا الانفجار بمكتب المخابرات الحربية بأنشاص بالشرقية الأشار لي فوزي، وأيضا حديث أيضا عن إبطال مفعول قنبلة قبل انفجارها بجوار سور كلية طب الأزهر بدمياط. معنا المزيد من المتابعة سعادة اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي. بعد التحية سعادة اللواء، ماذا بعد يعني بعد إعلان الإخوان تنظيم إرهابي؟ هل يخشى من اتساع دائرة العنف أم على العكس يعني قد يقول قائل أن الإخوان هم في النزع الأخير وهي محاولات مستميتة لكن هي في النهاية لا طائل لها وقوات الأمن جاهزة لاستباق لأي أعمال عنف يمكن أن تقع في الفترة القادمة خاصة في أعياد الكريسماس وقبل أيام قليلة من الاستفتاء على الدستور المصري؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم وتحياتنا ليك يا أستاذ ريهام والأستاذ فوزي. خلينا نقول نقاط محددة. استهداف كده يعني ناخدها من الآخر للأول. استهداف المكتب في أنشاص يأتي في إطار شعار أساسي وهو استهداف قوات الأمن الداخلية ممثلة في الشرطة وكلمة مخابرات وتأثيرها على القوات المسلحة وإجمالي التأثيرين على الشعب. ليه؟ لأن النهاردة الوعي الشعبي بيعتبر أن القوات المسلحة والشرطة هم الدرع الأساسي بتاعهم، إنما يتم التركيز عليهم بعمليات حتى ولو كانت نتائجها ضعيفة جدا. فالمستهدف هنا إرسال شعور خبيث للشعب أن اللي بيحموك هم أساسا بيصابوا. ولكن هنا نقف أمام شيء. المراكز الرئيسية عدا الدقهلية والحدث بتاعها صارت بفضل الله وبعد حدث الدقهلية محصنة، ولذلك نجد لما بيجي عند أجهزة المخابرات انتهى موضوع شمال سيناء وكذلك جنوب سيناء ثم الإسماعيلية ثم تطرف إلى مكاتب داخلية.
البند الآخر في حتة مكاتب المخابرات، وسبق ذكرناه هذه المكاتب الجزء المحصن فيها وهو الخاص بالعمل الأساسي بتاعها دائما ما بيكون تحت الأرض ومحصن تماما، وما يتم ليها من أعمال إجرامية دائما ما بيكون في الأسوار الخارجية أو في الخلف في مكاتب زي ما حدث النهاردة وضحيته مع الأسف الشديد وعزانا ليهم 4 جنود واحد مدني. هذا جزء لي شعار كلمة ليه دائما بتيجي مكاتب مخابرات أو وحدات عسكرية أو شرطية أمنية. طب سيادة اللواء عفوا للمقاطعة، مساء الخير. أولا سيادة اللواء أنا هسأل سيادتك بلغة الشارع، الناس بتقول حاجات مختلفة محتاجة تحليل من خبير استراتيجي وعسكري زي حضرتك. البعض بيقول أن هناك تداعيات سياسية وجنائية متوقعة لاعتبار مجلس الوزراء جماعة الإخوان جماعة إرهابية. البعض يقول أن القرار جاء متأخر نظرا لحجم الانتهاكات التي يقوم بها تنظيم الإخوان بحق الشارع المصري، فالقرار جاء متأخرا بشكل كبير جدا. البعض الآخر بيقول أن هذا القرار جاء متسرعا لأن الدولة والحكومة لا تملك الآليات التنفيذية لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، وطرحوا مثال أن الحكومة في هذه الحالة مطالبة بالقبض على أكثر من 50,000 من قيادات تنظيم الإخوان على أرض الواقع. رأي سيادتك من الناحية الفعلية على أرض الواقع؟ أشكر حضرتك على هذا السؤال، وهذا إذا كنا انتهينا من العنوان الأولاني بتصنيفه. أولا عشان أأتي إلى القرار، هو ليس قرار إداري كما يذكره بعض مع بين قوسين كده مع احترامي المتفزلكين، لا هو قرار سياسي، وقرار بيستند إلى 3 حاجات. نمرة 1، وجدان شعبي جارف يطلب بل حكم وبدلائل الأرض وأحداثها أن هذه الجماعة التي تسمى بخوان المسلمين هي جماعة إرهابية. يبقى هذا هو الجانب الشعبي الذي يجب 3 سلطات مع بعض، سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. الجانب الآخر هو يستند إلى القانون الصادر في سبتمبر وهو قانون المظاهرات. الجانب الثالث هو يستند إلى قانون الإجراءات والمادة 86 و86 ألف. إذن هو قرار سياسي. لما أجي أشوف تنفيذه على الأرض في نقطتين، حضرتك ذكرت التوقيت. أنا عندي توقيت لخريطة المستقبل موجود من الأساس ومحاط به جميع المشتركين الأساسين فيه بما فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمؤسسات المعنية، فيه التوقيتات الخاصة بانقضاء الفترة الانتقالية. ولكن دائما مع هذه الاستراتيجية في جانب يمكن أن يتم التعديل وإدخال بعض التعديلات والتطورات دون إخلاف الغاية والأهداف اللي موجودة داخل هذه الاستراتيجية أو مشروع المستقبل أو خريطة المستقبل. إن حصل عندنا كمعلومات ضغط شعبي، خفنا من نقطة محددة، دائما بنحاذر من أن يصل الشعب إلى نوع من الفوران الشديد وعدم الثقة في الحكومة التي بين قوسين تم اتهامها بإيدين مرتعشة وخلافه، تمام، فيبدأ الشعب ياخد مواقف متقدمة، وهذا ما نخشى لأسباب حساسة جدا بالنسبة للأمن القومي. ومن هنا جاء التعديل في التوقيت بأنه نقدم هذا القرار السياسي. طيب بعد التقديم اللي جاء في معاده بنسبة عالية جدا، تمام، مع احترامنا أن فيه دامج كده في التايم سريعا. عفوا يا ساتر، لو سريعا يا فندم. طيب انا النهارده حضرتك لما بنخرج هذا القرار الى الاقليميه والدوليه بنستبين مواقف الدول، وبالتالي نستنتج جميع ردود الافعال ونسقطها على خريطه المستقبل بتعديلاتها ويصبح المسار سليم. نمره 4 و5، لا في نقطه مهمه النبي اتفضل اتفضل. هنرى باذن الله، وانا ذكرت يمكن 48 ساعه، هنرى خطوه نوعيه في المقاومه من قوات الشرطه والقوات المسلحه في مواجهه اخوان المسلمين وما يحدث في الشارع. أشكرك جدا السيد اللواء محمود زاهر الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا. واحدة من المبادرات لمواجهة هذا العنف وأي مساعي